مرة جديدة يجد اللاجئون الفلسطينيون أنفسهم أنهم جزء من المعركة، وأن حراكهم في المخيمات يشعل فيهم الحنين إلى الوطن ويعيد الأمل لهم بالعودة إلى الديار، فهم يدركون أن وقفتهم إلى جانب أبناء شعبهم هي استعداد لما يمكن أن يقوموا به نصرة لفلسطين. رسالتنا إلى إخواننا في القدس والأقصى أنهم ليسوا وحدهم، فإن الشعب الفلسطيني كلهم يد واحدة في وجه المحتل. شعبنا الفلسطيني شعب مقاوم سواء في الداخل أو بالخارج، ونحن جزء من أي عمل في مواجهة هذا الاحتلال الإسرائيلي. في عاصمة الشتات مخيم عين الحلوي اجتمع اللاجئون بانتماءاتهم كافة، وكانت الرسالة واضحة، مفادها تأكيد وحدة الشعب الفلسطيني وتكامله بين الداخل والخارج في النضال والمقاومة ضد الاحتلال. الرسالة من مخيم عين الحلوي ليست وحيدة، بل من كل المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان، وهي تحمل في طياتها الكثير من الآمال المعقودة على المقاومة وصمود الشعب الفلسطيني. من شمال لبنان إلى جنوبه وبقائه والعاصمة بيروت، كانت للمخيمات والتجمعات الفلسطينية على موعد مع الوقفات والمسيرات المساندة للشعب المرابط في القدس ودعما للمقاومة الفلسطينية، كما حصل في 2011 عندما قدمنا الشهداء، جاهزين أن نقدم الشهداء اليوم كلاجئين فلسطينيين في لبنان من أجل حماية القدس والأقصى وعودة اللاجئين الفلسطينيين. فلسطين كلها عربية، وشعبنا الفلسطيني واحد موحد ضد هذا العدو المتغطرس. هذه التحركات إن كانت تعبر عن شيء فهي بالنسبة للاجئين تعبر عن الانتماء لقضيتهم رغم ظروف اللجوء، وأنهم حاضرون في المشهد الفلسطيني. جمال الغربي، مخيم عين الحلو، جنوب لبنان، الميادين.